ناس كتير بتعاني من السمنة ومن زيادة الوزن ومش عارفين ايه السبب، والصراحة اسباب زيادة الوزن كتيرة جدا. في الحلقة دي هتكلم معاكم عن واحد من اشهر اسباب زيادة الوزن ومش معروف لناس كتير، لو عايز تعرفه كمل الحلقة. معاكم دكتور احمد خميس، يلا بينا نبدأ. بما انك وصلت هنا يبقى انت عايز تعرف السبب ده. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة واللي بيسبب زيادة في الوزن هو استخدام الادوية، وهتكلم معاكم النهاردة ان شاء الله عن 6 انواع من الادوية بتسبب زيادة في الوزن. واول نوع ادوية منع الحمل، وادوية منع الحمل بتسبب زيادة في الوزن بشكل كبير، وخصوصا ادوية منع الحمل المركبة. يعني ايه المركبة؟ ادوية منع الحمل الموجودة في الصيدلية بتنقسم لشقين، الشق الاول اللي هو بيحتوي على هرمون البروجستيرون فقط، والشق الثاني اللي هو المركب بيحتوي على 2 هرمون، استروجين وبروجستيرون. وعشان ما اطولش وقت الحلقة انا اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في الحلقة اللي هتظهر في الايقونة ديت، ممكن تتفرج عليها. طيب ادوية منع الحمل بتزود الجسم ازاي؟ بتعمل حاجتين. اول حاجة بتفتح الشهية، وخصوصا هرمون الاستروجين بيزود الشهية وبيزود قابليتك للاكل. تاني حاجة بتعمل احتباس للسوائل في الجسم وبتزود المية في الجسم، وبكده حبوب منع الحمل هتزود الجسم بشكل ملحوظ، وده طبعا ملحوظ وباين مع معظم السيدات اللي بتستخدم ادوية منع الحمل، بتحس ان وزنها زاد عن الطبيعي. نوع من الادوية اللي بتسبب زيادة في الوزن استخدام الكورتيزون، وخصوصا استخدام الكورتيزون لفترات طويلة لعلاج الامراض المناعية زي الحساسية والربو وامراض الروماتيزم والامراض المزمنة اللي بتحتاج علاج بالكورتيزون لفترات طويلة، وغيرها من الامراض المزمنة اللي بتحتاج العلاج بالكورتيزون لفترات طويلة علشان يتم الشفاء منها. طيب هو الكورتيزون بيزود الوزن ازاي؟ اولا الكورتيزون بيزود الوزن من خلال حاجتين. اول حاجة بيعمل احتباس للسوائل في الجسم وبيزود كمية المية والملح في الجسم، وبالتالي بيزود الوزن. تاني حاجة الكورتيزون بيعمل تراكم الدهون، وخصوصا في 4 اماكن، في الوجه والرقبة وفي الصدر والبطن. دول 4 اماكن اللي الكورتيزون بيعمل تراكم للدهون فيهم. علشان كده في تركيبة مشهورة جدا في الصيدلية معظم البنات النحيفة بتستخدمها، اللي هي ديكسازون ودايجستين وترياكتين، وال3 انواع دولت فيهم الكورتيزون اللي هو الديكسازون اللي هو الديكساميسازون. والكورتيزون ده بيطخن الوش والصدر والبطن، عشان كده بتلاقي البنت زي اللي في الصورة دي، بطنها كبيرة وشها كبير، حاجة اسمها مون فيس، بس تلاقي رجليها ودراعتها رفيعين ونحاف. والتركيبة دي لها مخاطر كتيرة جدا هتكلم عنها بالتفصيل في حلقة منفصلة، عشان كده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان اتكلمت قبل كده عن الكورتيزون في الحلقة اللي هتظهر في الايقونة دي بالتفصيل، وقلت كل المعلومات اللي المفروض تعرفها عن الكورتيزون وعن الاثار الجانبية بتاعته والفوائد، كل الكلام ده في الحلقة دي. وكمان احب اقول للبنات اللي بتستخدم الكورتيزون لزيادة الوزن ان كل ده هيرجع لطبيعته تاني بعد ما تبطلي الدواء، ومش هيبقى لك غير الاثار الجانبية. كل الكلام ده اول ما تبطلي الدواء بتبدأ بطنك تخس تاني، بيبدأ وشك يخس تاني وما يجيبش نتيجة، ودي مشكلة بنلاحظها كتير جدا. تمشي على الحاجات دي شهر واثنين وثلاثة وتوصل اللي هي عايزاه وتبدأ تبطل الدواء، ترجع بعد شهر او اثنين تقول لك يا دكتور انا ريحت زي ما كنت تاني، هات لي تاني الديكسازون والدايستين والترياكتين. وده طبعا حاجة مضادات الحساسية. مضادات الحساسية ومضادات الهستامين بتزود الوزن بشكل ملحوظ، والابحاث والدراسات الحديثة اثبتت ان الانواع دي من الادوية بتزود الوزن، ومن ضمنهم الترياكتين ده انتي هستامين ومضاد للحساسية، وبيخش في التركيبة اللي اتكلمنا عنها من شوية اللي هم ال3 انواع دايجستين ترياكتين وديلتا زون. طيب مضادات الحساسية بتزود الجسم ازاي؟ من خلال حاجتين، ان هي بتزود الشهية وبتزود قابلية الجسم للطعام، وبكده هتزود الوزن بشكل ملحوظ. 4 الادوية المستخدمة لعلاج الامراض النفسية، هتقولي زي ايه؟ زي الصرع والاكتئاب والزهق والتوتر والاسترس. ومن اشهر الادوية ديت مادة الباروكسيتين دي اللي هي سيلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتور، اللي هي بتزود هرمون السيروتونين او هرمون السعادة، دي بتزود الوزن، ودي موجودة في ادوية كتيرة جدا في الصيدلية هكتبهم لك هنا، زي الباروكسيتين والباروكسيدي والباروكسيديورا واسامي كتيرة جدا في الصيدلية. وكمان في مادة الامكتين دي، المادة ديت موجودة برضه في ادوية كتير، ودولت من اكتر المواد اللي بتزود الوزن. طيب الادوية ديت هتزود الوزن ازاي؟ من خلال ان هي بتعمل تنبيه لمراكز الاكل في المخ وبتزود الشهية وتفتح الشهية. وكمان في بعض الانواع من الادوية ديت بيشتغل من خلال ان هو بيبطئ ويهبط عملية حرق الدهون وتكسيرها وتحويلها الى طاقة. 5 نوع من الادوية اللي بتسبب زيادة في الوزن الانسولين، والانسولين ده هو اللي بيستخدم لعلاج النوع الاول من مرض السكر اللي هو Type 1 Diabetes. هتقولي طيب الانسولين بيزود الوزن ازاي؟ من خلال ان هو بيعمل على تراكم الدهون وخصوصا في منطقة البطن، ومع الاستخدام المزمن ومرور الوقت
بيزود الوزن. ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن الموضوع ده هتلاقي في الاي دي حلقتين عن السكر اتكلمت فيهم قبل كده عن انواع السكر والفرق بينهم بالتفصيل وعن سكر الحمل ممكن تتفرج عليها. واخيرا بعض انواع الادويه المستخدمه لعلاج ضغط الدم المرتفع زي عيله البيتا بلوكر المشهوره جدا لعلاج ضغط الدم المرتفع، ودي موجوده في ادويه كتير جدا في الصيدليه زي الكونكور والبستول والبيزاكارب وغيرهم من الادويه اللي بتستخدم لعلاج ضغط الدم المرتفع اللي بتزود الوزن. طيب الانواع دي من الادويه بتزود الوزن ازاي؟ من خلال ان هي بتقلل عمليه الحرق وبتقلل استهلاك الطاقه وبالتالي بتزود الدهون وتزود تراكم الدهون في البطن، وبكده هتكون بتزود الوزن بشكل ملحوظ جدا. طيب دلوقتي احنا عرفناهم وعرفنا ان هم بيعملوا زياده في الوزن، الحل ايه علشان نمنع الزياده اللي بتحصل لو احنا بنستخدم نوع من الخمس نصايح مهمين جدا لازم تعملهم لو انت بتستخدم نوع من الانواع دي. اول حاجه ممنوع 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 ان انت توقف الدواء ده من نفسك من غير ما ترجع للدكتور، ترجع للطبيب المعالج وتخليه يغير لك النوع لو عمل لك زياده في الوزن، وان شاء الله يلاقي حل او بديل مكانه ما بيعملش زياده في الوزن. تاني نصيحه، مش كل الناس بيحصل معاها زياده في الوزن، ممكن اكتر من واحد يستخدموا نفس النوع، حد يحصل معاه زيادة في الوزن والتاني ما يحصلش معاه أي تأثير ولا زيادة في الوزن. ثلاثة، ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم والمشي كل يوم أقل حاجة نص ساعة، استخدام نظام غذائي كويس بيساعد على تخسيس الوزن والزيادة اللي بتحصل بسبب الأدوية دي. خمسة وأخيرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكده هكون وصلت لنهاية الحلقة، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم دكتور أحمد خميس والسلام عليكم.